التاسع عشر من أكتوبر من عام 1985 احتفل بافتتاح مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. صمم المجمع حسب المواصفات العالمية، وقد نال جائزة اليونسكو الدولية عام 95 كأحد الصروح الرياضية المتميزة عالمياً. وشهد هذا المجمع الكثير من الأحداث الرياضية والمهرجانات الوطنية الكبيرة.